حول العالم. حول العالم. خلال 10 دقائق، كم مرة تتصفح أو كم مرة تتفحص هاتفك النقال؟ يعني تقريبا ما تعرف الحجم، ما أقدر أرد عليك. إذا كنت دائم الفحص لهاتفك فأنت مصاب بالاكتئاب. منذ ظهور الهواتف الذكية انتشرت ظاهرة إدمان الهواتف بشكل كبير، حيث أصبح معظم الأشخاص دائمي الفحص لهواتفهم وتصفح الإنترنت ومواقع التواصل الاجتماعي من خلالها. وقد أوضحت دراسة حديثة أن الأشخاص الذين يتفحصون هواتفهم الجوال باستمرار على الأرجح مصابون بالاكتئاب والاضطرابات النفسية. وأكدت الدراسة التي أجريت بجامعة بايلور في ولاية تكساس الأمريكية أن هناك صلة وثيقة بين إدمان الهاتف وعدم الاستقرار النفسي، مشيرة إلى أن إدمان الهواتف مثله مثل إدمان المخدرات، حيث يلجأ إليها الأشخاص لتحسين نفسيتهم وإخراجهم من الواقع المؤلم الذي يعيشون فيه. وقام الباحثون القائمون على دراسة بإجراء استطلاع رأي ل 346 شخصا من الجنسين، فوجدوا من إجابات الأشخاص أن مدمني الهواتف منهم كانت نفسيتهم أكثر اضطرابا، بالإضافة إلى كونهم كانوا أقل تركيزا في المهام المطلوبة منهم نظرا لتشتتهم الدائم بالنظر إلى الهاتف. بالنسبة لي خبرنا الأول في حول العالم. خبر آخر مستمعينا يقول: التأمل بديل فعال عن العقاقير ضد انتكاسات الاكتئاب. أظهرت دراسة علمية نشرتها مجلة The Lancet الطبية أن العلاجات المرتكزة على التأمل العميق قد تشكل بديلا فعالا عن العلاجات التقليدية والمضادة لانتكاسات الاكتئاب. ويقدر المتخصصون أن ما لا يقل عن نصف الذين سبق أن أصيبوا باكتئاب يصابون بانتكاسة مرة على الأقل في حياتهم في حال لم يتابعوا علاجا وقائيا، وتزداد نسبة الخطر في العامين اللذين يليان الإصابة بالاكتئاب للمرة الأولى ولدى الأشخاص الذين أصيبوا مرات عدة بهذا الاضطراب النفسي. والعلاج الوقائي السائد حتى الآن لمنع الوقوع مجددا في هذه الحالة يتضمن تناول عقاقير مضادة للاكتئاب. لكن تقنية التأمل العميق تقضي بتركيز الأفكار والمشاعر على الحاضر، تبدو فعالة أيضا في الوقاية من هذه الانتكاسات. وكان العديد من الاختبارات قد أظهر أن هذه التقنية تقلص بشكل كبير خطر انتكاسة الاكتئاب. أما في هذه الدراسة مستمعين الحديثة، فقد تبين لمجموعة من الباحثين البريطانيين أن هذه التقنية تشكل بديلاً للأشخاص الراغبين في الوقاية من الانتكاسات دون استخدام العقاقير. من أخبارنا لي اليوم في حول العالم وسلامة الجميع إن شاء الله من أي اكتئاب. موضوع التأمل يعني دائما ينصح به من أجل إن شاء الله مزيد من الراحة النفسية ومزيد من الأفكار الإيجابية.